خوفي بالك خوفي بالك. مرحبا، بلادنا باهية ومزيانة وولادة، ومن غير ما نذكركم بالصفات الباهية متاحة اللي تعرفوها. والوضع متاع بلادنا من رغم من تواضع نسق النمو ومواصلة مشكلة البطالة، يلزم الشباب يلوجوا على حلول ليهم ولبلادهم. كل واحد ما يقولش شنو عطاته البلاد، أما هو إيش قدم لها، ويلزم كل واحد يخمم في الاستثمار للحساب الشخصي خاصة. إنجاز العملية هذه تكون عبر بعث شركة، والقانون التجاري قسم الشركات الأنواع. عندك ليزونتروبيز انديفيدويل، وهي عبارة على شركات ذو شخص واحد ينجم يعملها الشخص وحده، ماهوش مشترط مقدار متاع رأس مال معين، ويكون مالكها ومسيرها هو بيدو. وفما نوع آخر يسميوه لسوسيتي دو بيرسون، وهما شركات الأشخاص. والنوع هذا طبيعتهم أن الشركاء يكونوا يعرفوا بعضهم عادة، والشريك هنا ما ينجم يبيع بايو إلا كيوافقوا بقية الشركاء متاعه. ومن الأنواع نلقاو السارل. السارل هذه هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكما اسمها يعبر عليها، تكون المسؤولية على قدر رأس المال اللي مشارك به الشريك وسط الشركة. والشركة هذه يلزم ما يقلش رأس مالها على مليون ولا ما يعادلها بالعملة صعبة، ويكون عدد الشركاء ما يقلش على 2 وما يزيدش على 50، ويكون الجيران تاعها واحد من الشركاء ولا حتى من البرة. ونلقاو زادة شركة الشخص الواحد ذو المسؤولية المحدودة، سوسيتي اوني بيرسونيل ريسبونسابيليتي ليميتي، وهنا الجيران يكون هو بيدو صاحب الشركة، ورأس مالها زادة ما يقلش على مليون أو ما يعادله بالعملة الصعبة. وعندنا نوع آخر من الشركات، وهما الشركات الأموال، يسميهم لي سوسيتي دو كابيتو، وتكون مسؤولية الشركاء هنا محصورة في المساهمات عنده في الشركة، والأسهم متاعها قابلة للتداول بحرية، يعني الشريك يبيع نصيبه منها للي يحب وقت يحب. ونلقاو من النوع هذا كيما لي سوسيتي أنونيم، أي الشركات الخفية الاسم، والشركات هذه ما يقلش رأس مالها على 5000 دينار أو ما يعادلها من العملة صعبة زادة، ويكون الشركاء ما يقلوش على 7 أشخاص. ويسير الشركة هذه عادة مجلس إدارة يكون فيها رئيس مدير عام، إما من الشركاء ولا من البرة زادة. ونلقاو زادة لي سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون، هذه الشركة بالأسهم، وهنا ينجم يكون مولاها واحد برك ولا حتى برشا شركاء، وتتسير عن طريق واحد من المساهمين ومجلس مراقبة. مال الإطار القانوني موجود ومنظم باش كل واحد يعرف حقوقه وواجباته، وباش نحركوا العجلة شوية كل واحد من جهته. وكما يقولوا، انت عليك بالحركة وربي عليك بالبركة، وان شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك هاو في بالك.